مرحباً يا أطفال، أنا توم شاحنة البناء. وأنا صديقه المفضل مات. سنبني الكثير من الأشياء معاً. اليوم سنقوم ببناء محراث الثلج. هل ستأتي معنا؟ هيا دعونا نذهب. لبناء محراث الثلج نحتاج إلى استعمال عدة أشكال. إنهم في الكومة هنا. سنبدأ بوضع القطع في أماكنها. لعمل ذلك نحتاج إلى سلسلة. يجب تثبيت هذه السلسلة. سنضع ثلاث عجلات واحدة اثنتان وثلاثة. أحسنت. يمكن أن نستعمل هذا المستطيل الطويل لنضع بقية الأشكال. ثم نضع هذا الشكل لمؤخرة المحراث. وهذا المستطيل للمقدمة. عظيم. دعونا نستعمل هذا الشكل لعمل حجرة السائق. رائع، يبدو تماما مثل محراث الثلج. الآن نحتاج أن نضع نافذة. ليكون المحراث جاهزاً سنستعمل هذا الشكل. هل تعلمون ما هو؟ نعم، إنه الرفاص لإزاحة الثلج عن الطريق. ويوضع في الأمام. أحسنت صنعاً، عمل جيد أصدقائي. قمنا ببناء محراث ثلج رائع. برافو، لقد قمت بعمل عظيم. نعم، إنه رائع. شكراً أصدقائي. هيا دعونا نعود، هناك عمل كثير بانتظارنا. نراكم لاحقاً.